مسا الخير عليكم، واش راكم نهاير شباب؟ هاي الجبال كانوا بيوضة، خاصة جهة الأطلس البوليدي، جهة جرجرة، جبال الأورس وجبال المجاورين ولاية السطيف، وأيضا ولاية البويرة وجبال البابور، جبال جيجل، جبال حتى بجاية. على كل حال راح نشوفوا الحال كيفاش راح يكون غدوة إن شاء الله. عموما الحال شباب بشباب، نبقاو ديما تحتنا في ليونس تاع الضغط الجوي مرتفع، واش تكون فيها بعد السحابات من النوع العالي دي زالتو كوميلوس ولا سي دي سيروس من 5000 الى 8000 متر، يفوالو شويه السماء، ما يسميش تفرض نفسها. هذا على جميع المناطق الشماليه من منطقه الثوره شمال الصحراء والواحات، مرور بالهضاب العليا حتى السواحل تاع البحر البيض المتوسط، هنا نو بروبليم. وهنا سميشه هايله في الجنوب الكبير، تنوض شوية ريح زوابع رملية حاجة خفيفة مع الصباح هذا، لأنها محلين يقدر يكون شوية ريح من جهة تينيركوك. نجوزو للظاهرة، الظاهرة اون برانسيب الوضعية راح تتلبد كذلك السماء من منطقة تندوف مرورا ببني عباس حتى منطقة ثورة، ونشملوها حتى للواحات مرور بشمال الصحراء، وأيضا المناطق الشمالية من الهضاب العليا المناطق الداخلية والسواحل تاع البحر الأبيض المتوسط، دائما سحب من النوع العالي والمتوسط، زوابع رملية على الصحراء الوسطى، وأيضا الصفا يهم الجنوب الكبير كجبال الهوغار وتصل الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب. جوزوا لدرجة الحرارة ننتظروها غدوة صبيحة مع الفجر إن شاء الله، لي بكرو درجة صفر، يحب يقول شوية جليد على الهضاب العليا، سافلو سواء من جهة الجلفة سواء من جهة خنشلة الزوي وأيضا بوقطب والخيطر ومنطقة مشرية وعين صفرة والنعامة حتى تيارت، وأيضا بعد المناطق تاع ولاية المدية. أما فيما يخص المناطق الساحلية من 10 إلى 11 درجة من الشرق إلى الغرب، أما المدن الداخلية ما بين 2-3 إلى 4 درجات على سوق هراس وأيضا قسمطينة، كذلك تبسة بورز بوعريريج، 5 بقلمة وأيضا أم البواقي، 7 بالبليدة وأيضا منطقة عين دفلة تيزي وزو، وكذلك غيليزان شلف منطقة الرمشي وأيضا مغنية وهران وكذلك تلمسان، الجنوب الصحراء الوسطى 10 درجات حتى الجنوب الشرقي، 7-8 درجات على الهوغر والطاسيلي، من جهة تندوف 11 درجة هي وبني عباس، وكذلك من جهة بورز باجي مختار عين قزام وتيمياوين. هيا نجوزوا للظاهرة، الظاهرة مع السميشة اللي تكون الحرارة شوية طالعة. على كل حال في المعدل الفصلي تاعها 20 على المناطق الشرقية والغربية وأيضا الوسطى، 19-20 من جهة عنابة القالة وأيضا جيجل، 15-18 على الولايات الداخلية، الهضاب العليا ما تفوتش 12-13 درجة كباتنا ولا منطقة النعامة والبيض، أما 20-21 على شمال الصحراء الواحات ومنطقة الثورة، 23 في منطقة تندوف وكذلك في الهوغر والطاسيلي، و24 درجة على أقصى الجنوب كبورس بجي المختار وعين قزام جزء الملاحة والصيد البحري. عموم البحر شباب، واش الريح شويه نايض على السواحل الغربيه ومن مرس بن مهيدي حتى الارزو ولا حتى التنس، يكون جنوبي غربي يقدر يلحق حتى 40 كيلومتر الساعه في اللارج ما بين السواحل الاسبانيه والسواحل الجزائريه، هذه المنطقه عيطوا لا مير دال بوغون، لا مير دال بوغون. اما من التنس حتى الدلس الجنوبي كاريمون سي ان فونت سيد مي خفيف 20 كيلومتر الساعه ما يفوتش، ومن دلس العوانه ومن العوانه القاله التم يكون كاريمون جنوبي شرقي سوداست 15 كيلومتر الساعة ضعيف تماما الريح، واللارج 40 كيلومتر الساعة والجرون لارج 50 كيلومتر الساعة، دائما جنوبي غربي إلى جنوبي. الرؤية في الصبيحة قد تكون راضئة لأنه يقدر يكون بعد شوية ضباب. نختم هذه النشرة الجوية باللوحة الحمراء لوازيس روج، هذه لوازيس روج هي تيميمون، وايضا تيميمون فيها تينركوك، فيها فاتيس، فيها تبلقوزا، فيها الدوائر واحد الواحات اللي كاين تماك، كاين لي كروت واحد لي كروت تانيك الانسان يقدر يروح يشوفهم، حاجه روعه. هذه دخل تاع تيميمون، هذه الوازيس روج، كاين فندق شباب تماك. الاحد 14 ديسمبر 2014 لغدوه ان شاء الله، شروق الشمس على العاصمه وضواحيها والغروب ان شاء الله، وهذا العناوين دائما في خدمتكم فيما يخص البيئة والجو، اقتراح يقول لكم الجير. السلام عليكم.